اسمي جميلة البخاري يوشا، مهندسة خريجة كلية الزراعة قسم البستنة. اشتغلت في بداية أو تخرجت في مركز البحوث الزراعية كباحثة، وشاركت في عدة أبحاث متعلقة بخضروات البر ونباتات الزينة. ثم انتقلت بعد ذلك إلى مدينة الرمانس، اشتغلت في جهاز تنمية وتطوير النخيل، واشتغلت كذلك في مكتب الشؤون الزراعية والثروة الحيوانية ومدير قسم البستنة، مدير مكتب البستنة. ولما كنت في مدينة الرمانس يعني تشتهى بالنخيل، وجدت أن هذه المنطقة غير مدروسة للدمور اللي فيها، قمت بعدة أبحاث متعلقة بتقييم الأصناف والقيمة الغذائية، كيف نطور ونحسن هذا التمور للأفضل، لأنه يعتبر ثروات ليبيا يمكن الحفاظ عليها. وخلال شغلي كباحثة وجدت أن مدينة الرمانس عندها مخلفات زراعية كثيرة تتم حرقها، وهذا يعني يعمل على تلوث البيئة ويصيب طبعا صحة الإنسان. فأنا جتني فكرة إني كيف نستغل هذه المخلفات، ذكرت منها يعني تحف فنية لوحات حقيقية، وشاركت بها هذه في عدة مهرجانات سياحية في كل المعارض الليبية الدولية في ليبيا، مع تنسيق مع الدمور والصناعات المصاحبة، وكذلك في معارض الصناعات التقليدية الدولية. حصلت على جائزة ليبيا الدولية في سنة 2017، هي جائزة الإبداع في الأعمال الفنية. طبعا نظرة المجتمع للمرأة تغيرت، مش يعني ما عادش زي السابق، كانت يعني المرأة ما عندهاش هذاك الاهتمام، ولكن هي فرضت نفسها المرأة لأنها جاءت بعدة إبداعات جميلة ومتطورة وفريدة، خلت يعني المجتمع أن يهتم بها، وهي واحدة من الناس اللي اهتمت بها أسرتي بالعون الظافري، كذلك زوجي حتى هو نشكره أنه هو ساعدني ووفر لي الجو اللي يخليني أني نبدأ ونستمر في هذه الفنون اللي معناها تحافظ على تراثنا وعلى ودخل طبعا حتى هو نفس الوقت تدخل على الفرد، يعني تحسن مستواه الاقتصادي.